المعوق الآخر اللي هو كان بيزعج الناس واتكلمت فيه الدكتور عزة، اللي هو معوق السعر. احنا فعلا كان عندنا ولا زال مغالاة في السعر. مشروعنا في المؤسسة المصرية للصحة العلاجية أو الشركات اللي احنا بنتعامل بيها براند اسمه يو ار وان اوف اس، انت واحد مننا، يعني يا افريقي يا عربي يا امريكي يا اوروبي، تعالى تعالك بمصر باسعار المصريين. نحن نحمل هذا الشعار ليه؟ هذا هيومانيتي، انسانيه وليست بزنس. احنا نعالج كلنا اقسامنا في الطب، احنا الاربعه وحضرتك طبعا الساده المستمعين، ان نكون غير مستغلين للانسان. المريض اللي هيجي لمصر يكفيه انه مريض، لكن يعامل في مصر معامله المصريين كما نعامل نحن في دولهم بمعاملة هذه الدول، بلا ألوان، بلا ألوان، بلا ألوان، كلنا شكله. احنا بنحط الهيومانيتي، وهذا ما تخاطب به مصر العالم الآن في مؤتمر يعد مؤتمر الشباب. احنا كلنا أولاد آدم، احنا كلنا بني آدميين. طب ده مش محدود بس في الفن والثقافة، لا كمان لازم يكون وأولهم في الطب. تمام. بالتالي التسمية اللي احنا بنحطها يو ار وان اوف اس، الدم بتاعي انا يفرق ايه عن دم الدكتور عز النيجيريا او بطرس الايطالي؟ ولا حاجة، هو نفس البلاد سامبل. طب ليه اعالجها انا واعمل لها تحليل للدكتور سيد ب 50 جنيه وللراجل ده ب 200 جنيه؟ ما ينفعش. طبعا بالتالي لابد ان تكون كل الجهات المعنيه بهذا الامر، وزاره الصحه، وزاره الـ 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 يعني المستشفيات الخاصه، وطبعا شكر وتقدير للمستشفى العربي اللي اول حد قال احنا معاكم في هذا الترتيب، واحنا بنقدم خدماتنا بالسعر المصري لكل الناس. وفي مستشفيات اخرى برضو ثلاث هذه المستشفى اللي تقدم نفس الخدمات بنفس السعر المصري. ده هيكسر حاله الجمود والتخوف ان انا مصر الاسعار عندهم غاليه مغالين. وهذه يعني كلمه تقولها الدكتور عزه من خبره في هذا الموضوع. كان يكلمني مريض من احدى الدول، بعدين بيسالني بيقول طب انتوا هل بتدوني خصم لما اجي في شركه الطيران دوله ما؟ لما يكون جاي ياخد فيزا للعلاج فيها بتعمل له خصم 50% لان دي الفيزا العلاجيه. أيوة. فان شاء الله نطمح ان تكون هناك يعني تحولات. يعني اذا ليست يعني ليس قطاع خاص فقط، ولكن منظومة فيها كثير من الوزارات والتعاون لاصلاح هذا الهدف الخلل. احنا عندنا احنا قبل ان نطالب بان يكون عندنا ناس تيجي، الناس تيجي ليه؟ عشان 1 2 3. احنا عندنا معوقات نذللها. هذا التذليل واجب على سيادة النائب من البرلمان، واجب عليك كطبيب، واجب عليك إعلامي، واجب على صديقي الطبيب، واجب أن نفكر جميعا أن البرواز كبير جدا والبرواز يسعنا جميعا، وما فيش واحد ولا وزارة سوف تنهي الموضوع تماما. كلنا متحالفين، الصحة والسياحة والبيئة والدفاع والإعلام ونقابة الأطباء والأطباء والفنادق، كلنا، لأن في النهاية لابد أن تكون حالة عامة من الحراك الذي يتوجب أن يكون بنفس المستوى حب مصر، تقديم الخدمة، وهذا ما يسمى السياسة الناعمة.